تسلم حضرتي وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر صخير هذا اليوم، تسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كلا على حدة، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، وجرت لهم المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. فقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير علي عباس سفير جمهورية كينيا. وقد تسلم جلالة الملك المفدى أيده الله أوراق اعتماد السفير الكيني، وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، متمنيا جلالته له كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات الصداقة مع مملكة البحرين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة المطران فرانسيسكو مونتيسيلو سفير الكرسي الرسولي الفاتيكان. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الجديد، متمنيا جلالته لهم كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز علاقات الصداقة مع مملكة البحرين. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير تام بومبا سفير مملكة كمبوديا. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفير كمبوديا الجديد، وتبادل صاحب الجلالة الملك المفدى مع السفير الكلمات الترحيبية، متمنيا جلالته كل التوفيق والنجاح له في مهامه الدبلوماسية. ووصل إلى قصر الصخير سعادة السفير طاهر محمود جيلي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد السفير الصومالي الجديد مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية الطيبة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصومال وبما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات. ووصلت إلى قصر الصخير سعادة السفيرة ريتا سوان سفيرة جمهورية فنلندا. وتسلم جلالة الملك المفدى أوراق اعتماد سفيرة جمهورية فنلندا متمنيا جلالته لها كل التوفيق والنجاح في مهامها الدبلوماسية. وقد نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين ولشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولهم مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، متمنين لهذه العلاقات المزيد من التطور والنماء. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية.